اهلا بيكم وحلقه جديده ومين فينا. النهارده معانا المطرب الجميل عامر منيب. مساء الخير يا استاذ عامر. مساء الخير، منورنا. ربنا يخليك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه. طيب بص كده على السكرين، بص على الصوره دي. دي الماسكين التانيين دول. مين دول يا عامر؟ مالهم بقى يعني؟ هو مين الرسم بتاع ده؟ مين؟ احنا عايزين نساله هو. لا يعني هم ادولك احساس بايه؟ بالخصام يعني، هما الاثنين مش طايقين بعض. بالظبط كده، مش كده؟ شكلهم كده كل واحد في اتجاه يعني. بص دول شخصين ولا شخص واحد؟ ممكن يكون شخص واحد لان هو صوره واحده. مظبوط، مش كده؟ مظبوط. بس هو يعني هو الراجل نفسيا اللي هو تعبان متضايق من نفسه. ده حد واحد بس جواه شخصيتين. يا ساتر. ومش شرط يكون متضايق من نفسه. انت عارف ان كل واحد فينا جواه اكتر من شخصيتين. مظبوط. طبعا طبعا، بس بيظهروا في المواقف المناسبه. مظبوط، يعني كل شخصيه بتظهر في المواقف المناسبه. طيب قول لي بقى، عامر عنده كام شخصيه؟ ده انا بحب يكون عندي شخصيه واحده، ولكن هو الازدواج في الشخصيه بقول لك حسب المواقف. يعني ممكن الواحد بطباعه هادي، بس ممكن يتنرفز جدا ويوصل لقمه نرفزته في موقف معين، فميبقاش هي دي شخصيته، بيبقى موقف طارئ عليه. وامثله كتير جدا يعني، لكن انا بحب اكون شخص واحد. فبس عشان تكوني شخص واحد وانت نفسك يعني بتتعاملي مع كل الناس زي ما انت داخليا وخارجيا، بيبقى محتاج نعيش في الجنه عشان الناس بقت مرهقه. عارف الباراسايكولوجي؟ ايه ده؟ هو تحليل الشخصيه من ملامحها. كويس. وانت دكتوره؟ ايه؟ لا انا مش دكتوره. في دكتوره مشيره خبيره الباراسايكولوجي حللت شخصيتك من خلال ملامح وجهك. فعلا. تحب تعرف قالت عنك طبعًا. ايه؟ طبعا. وتقولي بقى ايه الصح وايه الغلط. اقول لك. جاهز؟ اوكي. مش قلقان؟ لا. طيب يلا. محب للحق ولديه حضور شديد. الحمد لله. الله، محب للحق دي حاجه جميله. وبعدين الحضور اللي هي شايفاه ان انا عندي حضور شديد، بشكرها طبعا. الحضور ده بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحضور يعني دايما يقول لك الفنان ده او الممثل ده او المطرب ده عنده حضور، ظهر بقى هو تعبان، ظهر مش في حالته، بس هو مقبول. فالقبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. جاهز للي بعده؟ ده احنا حلوين كده. شكل جاهز للي بعده يعني في حاجه. فاتر المشاعر. مشاعرك فاتره يا عامر. ايه ده بجد؟ هي اللي قالت كده. الله يسامحك. هي دكتورة مشيرة مش أنا. لا ما بيتهيأليش. ما يتهيألكش؟ مش مظبوط. ما عندكش فتور في المشاعر؟ لا. يعني مشاعرك ملتهبة؟ دي كارثتي. إنك مشاعرك ملتهبة؟ على طول. يعني إيه مشاعرك ملتهبة؟ عشان أبقى فاهم بالظبط، لحسن أنا شكلي أعوك. يعني إيه يعني؟ لا فتور في المشاعر، لا دي كارثة. يعني مشاعرك فياضة، قوية. مظبوط. طب دي كارثتي طول الوقت قويه وفياضه. الحمد لله. دي كارثتك. عملت لك ايه؟ كوارث او مشاكل؟ بلاش نسميها كوارث. تعبتك في ايه؟ ان انت لما بتبقى مشاعرك فياضه زي ما انت بتقولي، وتبقى جياشه، وتبقى الكلام الكبير ده، او تبقى قويه يعني، بتعيشي مع الناس بالمشاعر دي فبتصدمي، بيصعب عليكي نفسك يعني حاجات كتير، فبتوجع المشاعر. لان كل واحد عنده مشاعر كتيره وبيحس قوي. بقول لك الواحد لو ما كانش، لو يفضل طول الدنيا كده كول وعامل كده على طول ونايم 24 ساعه تلاقيه مورط كده وتمام. لكن بقول لك هو مشاعرك دي واحاسيسك مع الناس ومعاملتك مع الناس بمشاعر واحاسيس بتخليكي تصدمي ساعات كتير. اتصدمت؟ كتير. في مين؟ في اصدقاء، في شغل، في حاجات كتير. محب للواقعيه. تمام. واقعي؟ دي مظبوط. واقعي لاني لازم اعيش في الواقع اللي انا فيه، انا مش في السحاب. بس اوقات كتيره جدا ببقى لما يكون الواحد بقى عايش في حاله رومانسيه عاليه في شغل، فممكن تكون خيال شويه. شغلي في المزيكا بيخليني برضو اعيش في حاله، فاعيش في خيال مش في واقع. يعني مش هعبر عن انا والموزع الموسيقي قاعدين في استوديو وقاعدين بنشتغل والملحن، فمش هكلمهم هما بس، فلازم نخرج بره الاوضه دي وبره الواقع اللي احنا عايشينه ده عشان نروح في خيال اوسع، وهو ان نعيش في الاغنيه. بيميل للغرور والعزله.
لا الغرور خالص حرام، يمكن عشان ما بتشوفنيش كتير في برامج عشان ما بطلعش كتير في حتت فبتقول عليا مغرور، لكن مش غرور خالص. والعزله والعزله لا ده مرض. شويه ليه بتميل للعزله؟ بتتعبي يعني، بتحتاج ان انت الدنيا كلها الواحد مثلا هقول ايه، مش هنقول عجزنا، هنقول مثلا الواحد هو مثلا في المدرسه في الجامعه الفتره اللي ما بعد الجامعه على طول عايزه لسه بيبقى عندك شهوه وعندك قصدي عايز اقول نفس للدنيا، عايز تعرفي حاجات كتير قوي لسه ما عرفتيهاش، عايز تعملي حاجات كتير، يبقى الواحد اكتف قوي عايز يعمل حاجات. بعد كده خلاص بقى تتحدد حياتك وبتحسي ان ده غلط انك ترهق نفسك على الفاضي، انك في حاجات اولى بمجهودك، فاهمه قصدي؟ فيمكن عشان كده قالت عليا عزله ومش عارف شويه بعد ما اشتغل على طول دايما. بعد ما بخلص شغل وانا افترض انا مرتبط بفيلم مثلا فبخلصت الفيلم ببقى محتاج بعديها على طول فتره مش استجمام بس او راحه، لا هي عزله فعلا، بحب ان انا اكون عايز اشوف بجد انا عملت ايه وايه اللي حصل وانا كنت مظبوط ولا لا، ان انا كنت انا بعيش في اي حاله سواء في البوم او سواء في فيلم او في برنامج بعيشه بحالته كده ما بخططش قوي ليه وبتجاوب ويبقى عندي سنس مع كل حاجه بتعامل معاها. ففي الفيلم انا في الفيلم مش عامر في الفيلم، لا انا في الفيلم خلاص مفيش عامر بقى بره. فبحتاج ان انا ارجع تاني لعامر ده. حب للحياه والمعرفه. اكيد اكيد حب للحياه، ما فيش حد ما بيحبش الحياه. نروح لفاصل ونرجع مع عامر منيب. رجعنا بعد الفاصل ومعانا النجم الجميل عامر منيب. عامر خلصنا بقى الباراسايكولوجي، نتكلم شويه في الابراج، عندك قناعه بيهم؟ شوف يعني هو الحقيقه ان انا ما عنديش قناعه جامده قوي بيهم. يعني مطلع في الابراج تقرا؟ ولكن يعني للاسف خلاص تعودنا ان احنا لازم نقرا ولازم نفهم وحد يقول لك انت بتقول كذا يبقى ملامح كذا، في حاجات متشابهه كتير قوي بتبقى مع شخصيتك فبتصدقي او بتصدقي اللي انت عايز تصدقيه يعني. انت برج العذراء مظبوط؟ مظبوط. تحب تعرف قالوا عليك ايه؟ مين هم بقى؟ دكتوره هالة عمر بقى المره دي. دكتوره هالة عمر؟ ايوه تمام. نسمع دكتوره هالة يا رب. طيب. بيجتهدون للحفاظ على السعاده. طيب. محب للنقد. يعني بتنقد الناس. ده البرج مش احنا يا عامر ما تبصليش كده. يمكن انا مش عذراء بقى. مش عارفه لا انت عذراء يمكن جداً. حوت، شوفي الحوت كده. شوفي الحوت يمكن يمكن هو مدي شويه على الحوت. طيب اجابه حلوه قوي بس انا ما خدتش برضو منك اجابه. رد. انا بنتقد الناس؟ لا يعني يمكن بيني وبين نفسي بس هو لو في حد يستاهل النقد هنقده بيني وبين نفسي لكن يبقى مش بعد انا ما اقدرش اكون نقد يعني ما اقدرش اقول يعني ما اقدرش مثلا انقدك هنقدك بيني وبين نفسي. لكن انا ما املكش ان انا انقدك قدام الناس او ان انا يبقى هو ده رايي فيكي قدام الناس. طيب متوترون؟ متوترون؟ طيبون. متوتر إيه؟ يعني انا متوتر؟ ايوه دلوقتي. شخصيه متوتره عموما يعني؟ لا مش دلوقتي في المطلق يا عامر. شويه. ليه انا حاساك قلقان؟ دلوقتي لا متوتر ابتديت تتوتر. لا الحكايه ان انا زي ما قلت لك التوتر اصلي من بالشغل بالممارسه بتاعت الشغل. بان كل سنه بتعدي على عمرك انت بتتوتري، بقول لك بتسمعي اخبار كتيره قوي بتوجع لك اعصابك بتتعبك. فبقيت متوتر غصب عني. بصي خلاص بيتعصب. لا هي بطبيعتك ما حاولتش تتخلص من ده؟ لان دي عيوب البرج. لا مهدئات بقى. يعني ممكن مهدئات نتعالج. لا لا يعني بيتهيألي ان هو التوتر ده فعلا هي صفه من صفات بني ادمين يعني غصب عنه يعني هو مولود كده. زي مولود تكوينه الجسماني كده فهو جهازه العصبي متكون على هذا الاساس بيحس قوي فلازم يبقى متوتر. مين اقرب صديق لعامر منيب؟ اخويا جمال منيب. ان احنا فعلا اصحاب يعني بحس ان احنا اصحاب اخوات طبعا ولكن احنا اصحاب كمان يعني عارفين كل حاجه عن بعض بنحكي لبعض بنتكلم مع بعض بنشتغل مع بعض وقرب. بس في ناس صحابي كمان كتير قوي. سؤال طب لو قلنا عامر هو كيمو مين انتيمو بقى بعد اخوه؟
في كتير ما ينفعش اقول اسم واحد. ليه؟ قول 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 كذا انتيم، مفيش مشكله. اه هم كذا انتيم. قول. عايزه اسماء يعني؟ مين؟ في حد في الوسط؟ في الوسط عند كلنا يعني، كلهم اصحابي بجد، مش 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 رد لا دلوماسي. اصدقاء اصدقاء اصدقاء. اه اصل الاصدقاء بتبان في مواقف كتير قوي، لكن اصدقاء كل يوم نتقابل عشان ننزل مع بعض، نقعد على القهوه او نقعد في كافيه او نروح مش عارف فين او لا، ما فيش كلام من ده، ان كل واحد عنده شغله، كل واحد عنده بيته وعنده حياته. ولكن في مواقف كتيره جدا في الشدائد يعني تلاقي اصحابك اللي هو في الوسط او في خارج الوسط. في الوسط اصحابي كتير قوي. طب مين في الوسط لو عامر عنده مشكله بيرفع عليه سماعه التليفون ويقوله على طول؟ ده بعد اخوه طبعا. انا مش عايز اسميها غرور او تعالي، بس هو بالذات لما يكون عندي مشكله ما بقدرش ارفع سماعه التليفون واقول لحد الحق. دي عندي مشكله فظيعه جدا. يعني لو عندي حتى حاله وفاه او حاجه بقى غصب عني بقى ما اقدرش اقول لحد الحق. ده بحكم طبيعتك كتوم يعني؟ مش عارف. غالبا يعني، بس ممكن نتناقش بعد كده في موضوع او نفتح موضوع فيعرف ان انا زعلان، فيبقى انا يعني او متضايق او حاجه فيبتدي يحل لي مشكلتي. طيب مين صديق بقى غلط في حق عامر منيب وخسره؟ خسرني؟ معايا كتير. عمل غلطه كتير كتير برضو يا عامر؟ حظك وحش قوي باين عليك. لا لا الحمد لله حظي جميل، ان الاحسن كتير اكتر يعني، اللي حصل لي احسن في حياتي اكتر من الوحش. بس صدقني لما يعني بتفقد صديق بتوجع، بتتوجع اكيد يعني. هو بس انا بتكوني مضطر انك تخسري صديق. خسران صديق ده حاجه قويه جدا، وحاجه بقول زي ما قلت لك صديق يعني عشره يعني مواقف، فكل الحاجات دي بتروح في الهواء. بتحسي ان عمرك كله اللي انت قضيتيه مع صديقك ده راح منك. طب مين اكتر صديق خسرته ووجعك قوي؟ لا مش هقول اسمه، ولكن هقول هو يعني ملحن صديقي ومؤلف صديقي، كنا اصحاب جدا جدا جدا، وهنقول مش اصحاب اصدقاء بقى لو انت فسرت بينهم يعني فرقت بينهم. وتفاجئي ان الموقف كان متشدد جدا اللي هم خدوه ضدك يعني، او كل اللي فات ده كان ملوش قيمه او باعك في لحظه. فالمصيبه ان احنا خسرنا بعض، وهي بسميها مصيبه ان انا خسران يمكن اكتر منه، بس ما ينفعش مثلا نشتغل تاني مع بعض. عامر منيب بيقول لي مين وياك؟ مع جمهوري. طيب نروح لفاصل ونرجع مع عامر منيب. رجعنا بعد الفاصل والنجم الجميل عامر منيب. فاكر لما رحت غزه والمرحوم رئيس ياسر عرفات؟ الله يرحمه. بصي انا كان صعب قوي، بيبقى صعب عليا قوي ان انا اخرج بره مصر اغني من زمان قوي. لارتباطي بهنا قوي، مش بس ارتباطي ببلدي، لارتباطي ببلدي طبعا، وارتباطي ان انا باسرتي وبيتي. بيبقى صعب قوي عندي الحركه ان انا اعمل تور الف في العالم واعمل، فكان بالنسبه لي كان موضوع صعب قوي، لان كان عندي دايما حاجات اهم يعني. بخلص بيت مهم جدا وبشتغل في مصر، عندي 70 مليون مصري، كانوا 60 طبعا من زمان، بس هنقول ان هم عندي 70 مليون مصري. طب ما دول يكفوا قوي ان الواحد يحب فيهم ويحبوا فيه، ده كتير قوي، بس الواحد يا رب يجمع منهم شويه. فما فيش داعي بقى ان الواحد يخرج بره قوي. فالناس كانت بتجيلنا الحقيقه يعني، في اوائل السنوات اول لما انا ابتديت كان كل اصحابنا وحبايبنا واخواننا العرب او اللبنانيين او كان كله بيجي لنا هنا، فكانوا بييجوا يسمعونا هنا، ما كانش لازم ان انا اطلع لهم بره يعني. وبرضه حتى اللي في اخر الدنيا يعني لو في استراليا كانوا بييجوا هنا اجازات، ومصري اساسا فبيسمعونا هنا او متابعينا هنا او بياخدوا البوماتنا من هنا ويسافروا بيها تاني. فما كنتش عايز اسافر يعني، ما كنتش غاوي قوي سفر. لغايه لما جت سنه 99 قبل الانتفاضه بشويه صغيرين كده، هقول بسنه تقريبا او 7-8 شهور. فاحتفال واول مهرجان كبير قوي يتعمل في غزه، وقد ايه طبعا القضيه الفلسطينيه مأثره فينا يعني في دمنا، الموضوع اكيد بيوجعنا كلنا يعني. فحسيت ان في واجب عايز اعمله. الواجب اللي انا عايز اعمله مش ان انا اغني لهم اغنيه، او مش ان انا اغني اغنيه عن الانتفاضه،
مع احترامي طبعا لكل الاغاني اللي اتعملت، لان كان نفسي طبعا اعمل اغنيه للانتفاضه، ولكن حسيت ان انا اولى ان انا اروح اسعدهم افرحهم. انا هنا بطلع في حفله الحمد لله مثلا، الناس بتجيبك في حفله عشان يتبسطوا، فانا عايز اروح اعمل لهم حفله عشان ابسطهم. انا حسيت ان انا مفيش حاجه في ايدي غير ان انا ابسطهم، مش عارف احل لهم مشكلتهم يعني، بس هساعدهم في ايه؟ في ان انا لو غنيت برضو يعني شارون ده مش هيخاف مني ان انا غنيت، لكن لو رحت اسعدتهم بتالي ده حاجه بتبقى مؤثره اكتر. فلما اتعرض عليا ان انا اكون اول واحد اغني هناك، كنت عامل البوم اسمه فاكر ساعتها، كان ناجح جدا الحمد لله هنا في مصر، واتخضيت وفرحت قوي ان هو كمان ناجح هناك في فلسطين، في غزه تحديدا، بقت فلسطينيه، ما فيش ولا مستعمره، ما فيش يعني حتى مهجورين، المستعمرات اللي احنا شفناها بقت فلسطينيه، غزه عربيه، وهي طول عمرها طبعا ان شاء الله يعني كل تبقى فلسطين كلها باذن الله قريب يعني نشوفها، بس هو هيحصل بس نفسي اشوف ده. فقالوا لي في مهرجان وكبير جدا وفي من كل انحاء الوطن العربي ناس هتغني، واحنا عايزينك عشان الاغنيه بتاعتك ناجحه جدا عندنا والشريط ناجح جدا، وتعالى شوف. فنزلنا فعلا، رحنا انا والفرقه، لقينا البوسترات متغرقه في شوارع غزه، نفسهم يفرحوا، شعب نفسه يفرح يعني، اكيد صح. وخلاص قالوا لهم غزه بقت فلسطينيه تمام، وبقت تحت السلطه الفلسطينيه، والموضوع بيوجعني والله فعلا يعني، الموضوع معذبني. بس المهم ان احنا رحنا هناك عملنا حفله حلوه جدا، وكنا متوقعين عدد قليل، وكتبوا حتى في المجلات في وقتها، وعندي انا شايل المجلات والجرايد، لقيت عدد ضخم جدا، اكتر من 20,000. ما احنا كنا متوقعين مثلا 2000 عدد غير متوقع. المكان المكان ما كانش هيساع كل ده، ومفيش بروباجندا العاليه قوي للحفله، ولسه يا دوبك خارجين من حروب على طول، فدي اول يعني هيشموا نفسهم بحفله. فعملنا الحفله الحمد لله نجحت جدا، وانا نسيت نفسي ونزلت في وسط الناس، حتى كان الامن اللي بيشيلني بيرميني بالعافيه برضه، وخايف ان انا اتداس يعني من كتر الانفعالات بتاعت الناس. وبعدين طلعت المذيعه بتاعت الحفله وراحت قايله احنا طبعا ما ينفعش انك تسيب جمهورك كده، وانا كنت حاجزين انا وفرقتي لتاني يوم، فلقيت الناس فعلا عايزيني تاني يوم، حتى كان في شو او في حاجه ثانيه مش فاكر بالظبط منين، تاني يوم حفله لحد تاني، فاتلغت وبقيت انا برضو الحفله تاني يوم. فالرئيس عرفات سمع الكلام دوت واستدعاني يعني عنده في المكتب وسلم عليه مقر السلطه الفلسطينيه. فرحت وكان كنت في منتهى السعاده والشرف طبعا ان انا التقي بيه، وبحب شديد جدا، وحسيت ان احنا فعلا واحد يعني، ان احنا مصريين او ان احنا فلسطينيين في المهم. كنت فرحان جدا في الوقت دوت، وسلمت على كل الناس وبيشكرني ان انا اسعدت الشعب الفلسطيني وان انا هقعد 8 يوم. دي كانت الرحله، بس كانت من اقوى رحلات، بس ما اعرفش كان وشي وحش عليهم ولا ايه اللي حصل بعد كده الانتفاضه، فتعكنني بقى كل الحاجات اللي انا كنت فيها، الاوتيل اتضرب، والراجل حتى اللي كان حبيبي رامي الله يمسيه الخير يا رب يكون موجود لانه ما بيكلمنيش، فانا خايف جدا عليه، ده اللي كان مكلف بحراستي. عايشين في، مش عايز احكي لك بقى ايه اللي شفته هناك كتير مؤلم. بقى بس حاجه مؤلمه جدا، وان شاء الله ربنا يعديهم منها على خير، ان هم الحمد لله اقوياء يعني. ان شاء الله نروح لفاصل ونرجع مع النجمه عمامه. رجعنا بعد الفاصل والنجم الجميل عامر منيب. عامر، ما تيجي نتكلم بقى عن مريم وزينة ونور. جبت نور بعد بنتين. بنوتة برضه. بنوتة؟ ثلاث بنات. ثلاث بنات؟ من حبي في البنات ربنا سبحانه وتعالى اداني ثلاثة. فأنا عندي ثلاثة. ربنا يخلي. الحمد لله، ربنا يخليك. ما كانش نفسك في ولد؟ خالص، يعني مش اللي يجيبه ربنا كان كله كويس، يعني كان بالنسبة لي بس إن أنا يبقى عندي حتة مني تجري قدام. بنت بقى ولد ان شاء الله ما يطلعش حد نوع ثالث، بس هو بنت ولد جميل. بس البنات بتبقى مرتبطه قوي بباباهم. ما ربنا كرمني بيهم الحمد لله، هم احلى حاجه في حياتي فعلا. ربنا يخليهم. عامر بص كده على السكرين، ايه رايك في الصوره دي؟ مديالك احساس بايه؟ دي بنوته قصه شعرها بيسموه ايه؟ على جرسون. على جرسون؟ كاري. كاري. كانت باصه فين وبتعمل ايه؟ وليه الجزء بتاع عينيها مستخبي؟ حسيتني انها بنت، لا الملامح فيها حزن، ما اعرفش، ما اشوفش العين،
بس او فيها استغراب او فيها حاجه ان هي اللافته اللي هي لفتتها دي مش واخده البوز بتاعها مظبوط، فحاسس ان هي صدمت في حاجه او خايفه. انت شايف ان العين لو كانت موجوده كانت هتبين مشاعرها طبعا. انما العين هنا مش موجوده، هذه المشكله. يعني لو عرفت يعني لو شفت عينيها هقول لك دي حزينه دي فرحانه دي خايفه دي كذا. طب مين عينيه ما كانتش موجوده او كانت موجوده وما عرفتش تقرا منها اي حاجه؟ لا مش عارف، مش حاسس ان انا بصيت في عين حد وحسيت. لا يعني ما حسيتش، ما حسيتش قبل كده. بقول لك بتغاضى يعني عن حاجات كتير مش مهم. يعني لو بغني في حفله حد عامل لي كده مش مبتسم لي او مش مركز معايا او هبص له تاني ليه؟ لا احنا مش بنقول في حفله بس هنعديها. طيب ماشي خلاص. حلم حلمته وما بتنساهوش ابدا؟ حلم وانت نايم طبعا. اه بقى في احلام كتير ممكن اقول لك على اي حلم، بس هو في فعلا حلم مش هقدر اقوله وهو ده اللي فعلا ما بنساهوش. ليه مش عايز تقول؟ مش عارف يعني مش حاسس ان من حق حد انه يعرفه. بتخاف؟ لا مش خوف، بس هو مش يعني مش من حق يعني حاسس ان هو مش مهم ان انا اقوله لكل الناس يعني. لكن هقول شخصي؟ لا زمان كنت بحلم حلم غريب جدا. اتفضل. هو مع اني ساكن دلوقتي في دور عالي ولكن ما كنتش بخاف حتى من المناطق العاليه، يعني يمكن حد يفسرها لي انا كنت بخاف من المناطق العاليه. كنت بحس دايما ان انا هقع منها بس او هقع من المكان اللي انا فيه. فلاقي نفسي حتى لحقت نفسي كده، ودي اللي كانت بتبقى الصحيان او الام. فده كان حلم كان كتير قوي. يمكن خوف بقى ولا ايه مش عارف، زمان. طيب حلم بتحلمه وانت صاحي؟